ناخذ نظرة في اللوبي في أوتيل مارينا سندس بي، محل حلويات وكب كيك. هذا البرج رقم 1، سوري رقم 3، وبعدين رقم 2 ورقم 1 قدام. هاي المحلات اللي في اللوبي. هني في تشيكينج وتشيك اوت، وهناك كذلك في بعد تشيكينج وتشيك اوت. الفندق مكون من 2560 غرفة زائد 280 جناح. فيه عدة مطاعم، فيه طبعا سبا وكل حاجة يخطر على بالك. فيه مركز مؤتمرات ملحق معاه، سنتر كبير، مركز تجاري، مول، مركز تسوق. كذلك لأول مرة ينشأ هنا صالة قمار كبيرة، هي الكازينو، كازينو على مستوى كبير جدا. بس يطلبون منك الجواز أول ما تدخل، تأكدون من جنسيتك، لأن فيها هاي تعتبر شركة أمريكية. بعض الجنسيات غير مسموح، غير مصرح لها تسكن وتستخدم أي مرفق للأوتيل، اللي هي السودان، إيران، كوريا الشمالية، كوبا، والله ما يخطرني بعض الدول، أظني سوريا ولبنان فيها شيء منه. المهم هالدول موجودة على موقعهم. مركز على مركز تجاري بمستوى رائع جدا. كذلك فيه حوض السباحة والحديقة النباتية فوق السطح. أعطيكم نبدأ عنها هناك، بطلع فوق وبسبح وبصور لكم. فندق الصراحة قمة في الروعة، غرفة كبار. الحجز على موقعهم الليلة ب2000 ريال أو 2000 درهم إماراتي عن طريق البوكينج دوت كوم. ممكن تحجز بسعر شوي أرخص، وبعدين طبعا على حسب المواسم، كأي فندق عالمي، كأي فندق في أي دولة. أوقات هال2000 تستوي 4000 وما تحصل غرفة، خصوصا راح يجي رأس السنة. احنا اليوم في سنة 2013 شهر 11، آخر 11 أول 12، وراح تتغير الأسعار طبعا معه نهاية الشهر. هاي نبدأ عن هالأوتيل، شوفوا من داخل ديكوراته. أوتيل قمة، قمة في الروعة. مسوين شجرة عيد الميلاد طبعا. كل مكان، في كل سوق، في كل سنتر تشوفون نفس الشيء. هذا الاستقبال، تشيك ان وتشيك اوت للتاور 1 و 2. شوفكم في لقطات ثانية، في مواقع ثانية من هالأوتيل الفظيع. هذه الغرفة أنا طلبتها مطلة على الخليج. شوف المنظر البانورامي كيف في الدور 54، فقط فوقي دور واحد ومن بعد الحوض والحديقة. زدت 1000 ريال بس عشان الارتفاع هذا. الغرفة واسعة كبيرة الصراحة، لازم بلازمة. هذا الحمام، مسبح، خمسة أربعة واحد واحد، الدور 54. غرفة ولا أروع، لونها غالي بس ترد الروح. وشوف المنظر كيف. هذا المنظر من أعلى الأوتيل. منظر بانورامي جدا رائع. حديقة نباتات زائد حوض سباحة في الأعلى هنا للساكنين فقط.
هذا اللي حوض السباحة. بناخذ لكم جولة وانا اسبح اصور لك. جاكوزي هني احنا على ارتفاع حاليا 57 دور من الارض. الماي بار اللي كان شاسم لازم اصور لكم هاللقطة هاي. اوه هذا وين كنا ساعة عند النافورة الأسد والمنظر كيف يا الله جدا رائع. طريقة أشجار في الأعلى هني في الصف زائد هالحوض الجميل. نواصل التصوير. بعض المحلات راقية جدا، في مركز تسوق راقي جدا، فيه صالة كبيرة للقمار، هاي كلها ماركات عالمية في هالمكان. فان كليف، بولغاري، رولكس، واصل طبعا سنغافورة مرتبة ترتيب يا اخوان، مثل اكثر الناس اللي زاروها يعرفونها، لان ما دام استلموها الانجليز في البداية رتبوها ترتيب فظيع. هني الاندر جراوند، هني الحين نطلع من حرم الفندق هذا، هني صالة الاندر جراوند، ومن هني تنطلق إلى أي مكان في سنغافورة. مثل ما أقولكم هني الأندر جراوند. نواصل في السوق، شوفوا تقدر تنقل عن طريق الغوارب، مسوينا مثل فينيسيا. شوفوا الغوار تقدر تنقل فيه بين المحلات، حركة حلوة. مطر شديد برا ما قدرت اطلع، قلت بستغل الوقت وبصور اللي داخل. طبعا جوازات الامارات الدخول بدون فيزا. افتكر الاخوة السعوديين يطلبون منهم فيزا، فيزا تكلف 50 ريال. نحن مثل هونغ كونغ وسنغافورة، وهاي في اتفاق قديم جدا مع الانجليز، معاملة بالمثل. السوق الصراحة راغي جدا، اللي يحب الماركات فندق فظيع فظيع جدا. يعني تقدر تسميه منتجع متكامل كل شيء فيه. اللي بي مثلا هو رايح مثلا الى استراليا، نيوزيلندا، وياي من اي دولة خليجية، يقدر يريح يوم يومين ويستغل الفرصة ويستمتع ويتلذذ بهالمناظر الحلوة، من مباني، من شوارع، من كل حاجة حلوة فيها سنغافورة. الزين طبعا انا اقول عنه زين، ما جامل، والشين اقول عنه شين. يا ما حصلت سب، لكن الامور طيبة. هذا كله ملحق بالاوتيل يا اخوان. الصينيين بكثرة بكثرة جدا، لانها الشعب السنغافوري متكون من ثلاثة اجزاء، 80% صينيين، 17% هنود، والباقي اندنوسيين،
مال كوالالمبور، مانيزيا، يعني شي تقولوني كيف يا الهنود؟ سمعت اللي يسأل السؤال هذا، لأن الهنود سلمكم الله أول ما يلي أول حاكم إنجليزي وصل هالبلاد هاي يابهم كمساعدين جنود وكذا، واستغروا هذا الجواب على اللي كان يسألني عن كيف وصلوا الهنود هنا. طبعا البركة في الإنجليز، وأكبر دليل في بريطانيا في لندن، شوفوا الأعداد هاي عيال الناس اللي يابوهم قبل لما بنوا لندن. ما خلاص يعني ما زلنا احنا فيه سنغافورة، خل لندن عنا. يوم نسير لندن نتكلم عن لندن. زارة الله يرحمها الإسبانية صاحبتها توفت من كم شهر، الله يرحمها برحمته، سواء كانت مسلمة ولا غير مسلمة، الله أعلم بالنيات. يعني فعلا عقلية ولا يعني ولا أروع صاحب هذا اللي بنى هالمشروع هذا، صراحة ما في حيلة، عقلية اقتصادية فذة من الدرجة الأولى. شوفوا الرخام شوف كيف يلمع، تقول تمشي على زجاج. ما أقدر بس خلاص، يعني هذه اللقطات تكفي عن هالسنتر، تغني يعني وتكفي. بس صراحة يعني سنتر فظيع، حطوا تحت كلمة فظيع 5 خطوط. من زاوية ثانية هذه اللقطة، كلف هذا المنتجع يا أخوان، الفندق مع السوق معك منتجع كامل، كلف 6.5 مليار دولار، وتم افتتاح هذا الفندق في أبريل 2010. يا سبحان الله، أول ما كانوا يضعون القواعد في هالمكان، أقول في خاطري متى بيجهز هالفندق وبيا صوره، وحين سبحان الله هذا هاي هني صالة القمار أو الكازينو. هذا الأوتيل يا أخوان، مارينا سندس، بشركة أمريكية، 2560 غرفة زائد 280 جناح. هذا مركز التسوق والكازينو، كازينو القمار اللي ملحق معاه، مركز تسوق كبير، زائد هذا المتحف، متحف فيه أعمال فنية، رسومات وأعمال أخرى على شكل وردة التوليب. وفي الخلف هناك في حديقة تصلح للتمشية، حديقة حلوة، واللي يشوفونه فوق هذا حوض السباحة، زائد حديقة أشجار. نروح إن شاء الله فوق بين مرة ويكم.